بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من كتابنا تحفة الأطفال وعشر كي أفراد، كتاب كيني تحفة الأطفال. وحين جوني عند قول المؤلف: للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. أحكام لام ال ولام الفعل أين كد حجرني وأنا قاعديني وحنود إن أنكلي إنين أبياده أين معنينه. وحين لام ال وحالي رهدا لام ساكنة ولام ريبا زائدة عن بنية الكلمة، كلمة بنية هذه وزن كذا كبضا كزيادة مركي مسبوقة بهمزة الوصل أيا كهو ريسة همزة وصل أيا كهو ريسة همزة أسنا وحالو بلاو ذا كورنيق أل أيا لو بلاو ذا عند البدء وحكهو ريه هدي الوسو حرنا ويدع ذا. لكن مركا لا مؤلوى مدى وحا اسكو مدى إن سهر أصو شاقني أل إن اسم ككدن بيه وهي من علامات الاسم او حويان وعلامه يكلو غرتو كلمه دان اني اسمي اسم اي تهي مركا وا لبا قيبود وي منا وحا صورته قال ان اسم كي الله كلا سوو مرنا ان الى رجل الرجل مرنا ان قدرنا مرنا ان قدرين اي مد ان لغا سوو كرنو اسم موصول يراه الذي التي وليد ال وي قدرن تهي لغا ما سوو كرو مركا لبداس با وحا ويان لام البا ليراه لبا حاله بي ليد هبو يري مركا لبا حاله بي ليد هي قبل الأحرف للام ال حالان لبا حالو بال اللام ال لام تال أسونادين كائنان اللام ال قبل الأحرف حروف تكهر بين لبا حال أسونادين أولاهما لبا حال مد كمده مد أوه رئيسة إظهارها وإن لم وجي لامتي فلتعرف ذلك الحكم حكم كاس قرأ أو برأ قبل أربع مع عشرة أيا لإظهارنا إظهارها لامت لإظهارية وي قبل أربعين أفر كهر مع عشرة طبان حال إلى صعوته خذ قاضو علمه علم هذا الإظهار من إبغي حجك وخف عقيمه كلمة دان كقاضو من إبغي حجك وخف عقيمه أفر يتبنك كلمة أفر يتبنك حرف وحاله كل ميابو يري ابغي حجك وخف عقيمه ابغي همزة لقبلاب وهي الهمز الباء غين حاء جيم كاف واو خاء ثاء عين قاف يا ميم هاوي ابغي حجك وخف عقيمه كلمة دا صاروه كل ميا. إذن هداد أركتو لام ال هداد أركتو كدبي ماذا حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه لامتي وموجينينا موجين محالي إلى هذا أن نخرج اللام من مخرجها لامتي إنه ينكسو صار نبوز كذي وهو حافة اللسان ويا مع حافة اللسان عرب كجيز كيسا يكسو بحلا دين عيسى يكسو بحلا سان مخرج كوصو مرني وإن الميشي يكسو صارنا حرف كي كدن بينا أينو مركا أن كل واقنا وين تصالحان حالان هاي الأنعام همزو يوكالي الآيات البصير الغفور الحليم الجليل الكريم الودود الخبير الفتاح العليم القدير اليوم الملك أو الملك الهادي. انت مركا همزة مركا كوب بلابان ايسو البعض كبلا بنيسا والله كردقة لكن وحا كهوريس هدي أد صور عسي سويد عيسى وهو الغفور الودود همزي ويد عيسى همزي وصلي بالي لهذا وحا كهوري هدي لغسو دور ويد على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله أخر الحمد بالله بني الحمد بالله بكا انت سحاويان كتاب كان سكون كوالو قرى وحا كدن بيان لمشيده سكون بعد القرآن السكون بعد دش كسارا حرف قدم بين مشدنا مركي أفيد طبعا كان لقدر بكانه بيت يعني
جملة معنيه ذو حويان أن بهذا الكلام ماشي أكو قرأ إبغي حجك وخف عقيمه. إبغي يعني فعلهان إبغي همزة وصلي وحويان ثالث الفعل ما دام أو هوس لقيه إبغي بوا من بغى شيء أي يبغي وي مرك إبغي أيالو بلا بنايا لكن وحا في يعني إن أبغي لي هذا مرك حد أن دوني إنه إنه وصلي كدقنه فعلك يعني إبغي واصح أبغي لمو بلا بنكره فعله هو من بغى لكن ما دام أني لي قاعدة أن دقنا وحويان همزة وصلي كان همزة الله يراهدو كرق بالو بلا وده لكن مرك هذا وحو دوني يا إنه كل ميؤون أو همزة أهان بوجيده شغل كده هذا أمجيده لأن همزة الوصل يق الكوجبته ولا يدوي كرق أنت إبغي دون حجك حج كذا أرد دون رادي أو طلب أو إسكفيري مرك هذا حج سنة وخف كبق عقيمه ما طلع إنه النقض عقيم ووحان خير لهين وي وهذا حجينا يسا مال بعد بحينا يسا تعب يدب دباته لكن وحويان وحخيرة إيا بركة منا ما يلان أيوه مكا رفضك إيا فسوق إيا جدالك إسك إلى هالوية مركا إبغي حجك حفك حجك هذا أضلب حجك وخف كان بق عقيمه عن الحمدي سوي عقيمه وحي عرب أن لا خير فيه وي معناها صحنا وحويان وكلمة ده معنى هذا وي أفريتو من حقاس إذن وحان نوصو هري أفريتو من كلاؤون لأن سديري لبعتن أي حروف رجاح إيتهاي محايا ألف ما شما إيمان كرتو قال ثانيهما حارد اللبات إدغامها إلى دحقلية وهي لامتي في أربع أفر وعشرة يتوان أفر يتوان كالي أيضا لغو النقية معنا سيدة هرسي أفر تومر أهيين كوانو أفر تومر وهي وفعي إلالي رمزها رمزها إلالي وحفظي رمزه محوية هي طب ثم صل رحيما تفوز ضف ذا نعم دع سوء الظن زر شريف للكرم طب حلقة سوقاضنا يا حرف ككلمة كستبة حرف أوه لهي طيب وحنك قاضين الطاء ثم ثاء صيل صادك رحمة راء تفز تاء ضف ضادك ذا ذلك نعم نونك دع ذلك سوء سينك ظن ضاء زور زايدة شريفا شينك للكرامي لام كان كقاضينا إذا وأفر طبعا كلوي أفر طبعا كامرك الهداد أركتي حرف من حروفي أفر طبعا كان كمد وكدبي ماده وحاويا لام كي وحلو بدليا حرف كان كدن بيه تصالحان الطاء مركي تهي الطاء با قرن لام با ماشي قرن دوقي محاسمي نيسا لام كي طاء با أبدلينا الطاء بين نقون ثم أطي الطاء بين نقون ثم ندغم الطاء في الطاء إذا غام سيكا لكم أي مادو مركي والطاء والطاء بعد الله لحي مثلا صل الصاد الصاد هاي والله لا والله ضابوا كله والله لا يهدي القوم الظالمين أشي ولا مقوى على قرنية الظالمين لكن وحا أشي ما شكوتي لي دوقها وإنا بدلنا وحرف كدن بي جنس وبدلينا الظالمين ال يضاء بينقون ثم ندغي مضاء في الضاء إدغام ساسو كي ماذا لأنه روح أصوم مرني إدغام معنه سينوي هاي التقاء حرف ساكن حرف ريبا إنه لكلمه بحرف متحرك هنا حرف ريبا وحاويان ألوي لام كيوي حرف متحرك هنا وحرف من حروف طب ثم صلوي مرك اللام كي وحان أبدلنا حرف كان حرف كميدا ثم حرف كاسان كل فانينه تصالي هنا وعدي هاي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الطامة بلن فإذا جاءت الطامة مركب واحد كورة دي لصورة عسيو الحمزة دي إيا اللامكي لبضو ويدعيان يعني. التواب الثواب الصادقين الراكعين التائبين الضالين والذاكرين الناس الذين السائحون الظالمين الزجاجة الشياطين ونحو ذلك اتصالها ايضا مركي كتابك القري عشان ريبك ولا قدايا ريب من ريبنا وحكدب بين واشدين مرك ريبك وحكود لي إن حرف كان دم بل بدليو حرف كلو بدليو حرف كدم بيانا ما أركيسا شد بالسارة كحولي لبلاس قيود أي القيف سما ثم قال واللام الأولى سمها قمرية
واللامل أخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل المطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى وحلو واللام الأولى لام تهريسة وسمي لام الأولى مد هرا وحد كما عودة سمها مغعو قمرية كما عودة مد دي حلو نسبي واللام الأخرى مد اللبادنا سمها شمسية كما عودة مد دي حلو مغعدري قرح دلو مغعدري مركب اسكالاق بوهي عند علماء علماء التجويد وحيوية قانين أفرد تمن كهر اللام القمرية لا معنى لذلك لك هكا معنى ودي بلاك سوق هذا هنا قمري محلو بحيي ما دام القمر أشك جرت أي موقع مركز تبع القمر أي وحلو مقع دري وحال إذا هذا معناها وحلو مقع دري كرا مثلا من إدلاق الجزء قيب كمدة أي باسم الكل لسي يعني جزء كان هذا القمر وجزء كمدة قيب كمدة القاف وحكمدها من حروف القمرية وكمدة هاي مركا القمر بالسي مركا حروف تودن ساس معناها سأقول سهلا هي تشبيه أنصامر كتابه كله سي مثلا هدي أي حدوه أي كسب بحان ضيحه كسب بحو كله ضيحه حويان حدوه ومغضان لذلك أشان هدي كسب بحان حروف تان حويان أشي وحويان ويموقريسة لكن وحكفي عن أما كالريبير إنه يوني ده القمري وحلوه مقعوي من إدلاق الجزء يعني جزء يبال إدلاقي وإلى ذا الكل ما يولو جهده شمسي واللمد والشمس تقجرت واللقرية مركب مقع عسل لو دسي مقع سيداس معناها سيا أي أسهل واللام الأولى ولا قذكرة واللام الأولى متدالة قريقة واللام لامتي الأولى أي هريسي سمي مقعوها لامتا قمرية بيتك وحالو أخرى قمرية قابك على الريبة لأجل الوزن قمرية واللام الأخرى نقلنا والا السمية واللام الأولى واللام الأولى لو أخرنا واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية قمرية شمسية لسرع سينية مركا واللام هداد قد سميها وخبر يسا وفعل أمر يعني وجمهورته يقولين إن يعني متداها لغده وفعل دلبية لغده هداد كردك تنوأون واللام الأولى وحاويان من باب اشتقال ويو وسمي اللام الأولى سمها قمرية كمقعو لأن مفعولك لبدا مفعول وقاتي وسميها قمرية ويو مركا لام تقولا وحاوحو وقدري ساكالي فعل كالأولام إذا وسمي اللام الأولى سميها كمقعو قمرية واللام الأخرى سميها شمسية كمقعو كما عيوحو لي وأظهرن وحاد موجسا لام فعل لام الفعل وحالي رهدا لام من مية الكلمة لام أو كلمة كمبت أحوي أنت تصاليني فعل ماضي بيقشا قلنا إيو ما أركيسا وأنزلنا وحيقشا كذلك فعل أمر قل نعم وحيقشا كذا وتوكل فعل مضارع بيقشا يلتقيه بعض السيارة انت صور مركا لام تاها ديبر ريبنتهي وإن لم موجيه إلا أن يأتي بعدها إنو كدبي ماذا موغي اللام إيا والراء هذه اللام ريبن أركتو واللام كلا كدبي ماذا ومن باب تماثل والاسقل فنية قل لكم قل لكم أيا اللي هذا هاي هذه الرأي كدبت ماذا والاسقل فنية قل ربي أو كلا قل ربي كسوح يري وأظهرن وحد موجسا لام فعل فعل أمتي موجه مطلقا أذو كالقاد وحالو الله كالقاد وحاويان إن الله كالقاد معناها وحاوي هدو فعل كاسوي هاي فعل أمر هدوي هاي فعل مضارح هدوي هاي فعل ماضي هدوي هاي لام الفعل دن الموجه وذلك في نحو قل نعم قل نعم قل نعم وقلنا والتقى قل نعم وأمر قلنا كذلك وماضي والتقى التقى وفعل ماضي أيضا فعلك مضارع وحويا يلتقضه يوحي لمدة مركا فعل نام وفعل ودن ولا موجية نون تقارهان مركا نون كدبي ماذا اسكا إلى قلنا قلنا وجعلنا وأنزلنا لام كنا موجينا وهي محي لام تنون كتقاربا كدحية مركا ذلك قارك واسكدح قليان وأنزلنا بي وجعلنا هدات لهذا لام كي هدات قريسو وخطأ وهي والله موجين وأظهرن لام فعل مطلقا أظن كالقاد سواء ماضي أو مضارع وأمر ذلك في نحو قل نعم وقلنا والتقى أما كذلك هذا موسن شيء لام الأمر وانشاقني لام الأمر وحوي واللام زائدة لام الفعل لما رده لام زائدة فعلك مضارع يقول يكتهاي فعلك مضارع مركاش مضارع وحلو أمر وحالا أصير لهم أمره لام الأمر بالقدرة فليكتب فلينظر
حاويا مثلا فليصومه، فمن كان منكم مشاه فليصومه، لم توحى الله من امر بالي اين والله موجيا والله مقولا واحد والله موجيا اصل ف والله درا هر لو درا فلينظر فليكتب والله درا ثم والله هر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا كل لام امر بالي هذا اين والله موجيا. كذلك لام الاسم والله موجيا لام الاسم حلقه ودا ومن بنيه الكلمه كلمه اي كميت هي زياده زائده ما سلطان ملجا سلسبيلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ولام الاسم هذا يعني جمع لسان يجمع اللون بألوان أرسل وجمعي تاسمها لام 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 تزائدة هي ما أهن تاس ألسنة هذا تخجرتا لام تزائدة ما تي الحمد لله مد ما لأن لسان بألسنة الوجمعي ألوان جمع لون لون بمفردة ألوان وجمعية كواس لام الاسم بالي هذا كل ولام موجية كل ولام موجية. كذلك لام الحرف على ماذا؟ لام الحرف هو هل هي بل هذا كاين هل هي بل بقران كجرتوي هل هي بل هل هي بل وحي لميتها يون لام الفعل كلمتها هل هي بل حروف تدن ودن ولا موجية إلا إنه كدبي ما بعدها لام لام كلا أو راء هذا لام يلام لي إذا قام تمثل لي هذا أيوة هل لكم ما لا النهاية هل لكم هدية مثلا فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك لو ضنا واسكوش ذي هل إيا لك الله بكرم وجنكره كذلك الراء بل رفعه الله إليه كلا بل لا تكرمون اليتيم بل إيا لا والسكوشي ذي لأنه متماثل وي بل إيا رأنا ومتقاربا ليلة هذا وحكيني سينو إيمان دونتا ثبو الإدغام وحويان اللام والراء ومخرجان متقاربان وي مكوالا سنح قليني كليه وحلقة صور ريبا هواية حفص عن عاصم عند قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم بل يراوي لكن حفظ روح أخرى سكت وحلي لحده إنه يعني كو ماشي كو آمص بدون التنفس والسكت والسكت يمنع الإدغام سكت هنا وديدة إيا ما كل مكران إدغام كل مكران لكن هذا اسكدر تو آذان آخرين سكت هي آخرين وحلقة مارمان إن لسكو إدغاميو كلا بل ران على قلوبهم لكن كلا بل هذا ترى هذا أتقول أنا ماشي كوي استأكتو بدون تنفس ورواية حفص عن عاصمة شتكي ماشي ما إيمانها يو أنت وحوى صباحني اللامات أي أول صباحني وحوى قالي وحلي راهدو باو المثلين والمتقاربين والمتناجسين حوى شيء إدغامك حد أينو أن الصوت مريني ومن أحكام نون ساكنة والتنوين من أحكام ميم المشددة وحن كسو مريني أي وحن ربريا محاوح لو إدغامية ما هي الأسباب؟ أسباب تمحيتها هي أوكيني كرت الله حرف إلي سدح كليه سدح كليه ويون إني لبنا حرف متماثل إيهين لبنا حرف إنه متجانس إنيهين متقارب وي سدح لا وحان حين وحبلغ مشده متماثل محلق وضع لبنا حرف أو حاويان أن سدح قلينينو كهرو مدغم كأه مدغم بالها كهرو ريبا كالباد مدغم فيه بالي رادي وإن إسكم نقضان دوقة متحدة في الاسم والرسم مقع اي قرال ساس بافيعا اي علماء قارقوا اي كعبران اي دهان متحد مخرجا وصفة وحاكفيعا الا يراهدو وكوا مقع اي مقالبة اسكاق من نقضي تا مركا محان كوضنا مركا ايليهين متحد مخرجا وصفة ووحي اسكاق من نقضة ماشا اي كصوبحان اي تلمامها با كالباء والباء وحايمان اي حروف المد انا وحكي سوري بيان الا ان يكون الاول حرف مد حرف مد اي وو كلي انبياء انبياء ذكلي اسكم مالك ما صوبحان مالك هدي هذا انا متحد مخرجا وصفه واو المديه اي ياء المديه اي ياء وو ذا شقلا اي ياء شق اسكم مخرج ما لان الواو المديه والياء المديه وحكي صوبحان من الجوف بيك صوبحان حرف كيك صوبحان ياء ذا شقلا يوود شقلنا وحي يعني شنو وحي كصوبخدا من وسط اللسان عرب برتنكيسه وود شقلنا وحي كصوبخدا من من الشفتين بك صوبخ مرك اسكو مخرج ما اسكو مخرج ما لكن اداني لهدو متحد في الاسم ما عوا اسكا جنبت اي والرسم قرال واسو قال يا مرك لان كان واو وو امباد ليده موقالنا واسكا جنبت مرك وحا في عن تعريف ان لا يلهدو لبا حرف او متماثل وحال يلهدا وحي موقالهان اي دوقهان اي اسمهان إيه كتابة هامبا إسكاق ميدة بالي لحدا كالباء والباء متماثل بالرنح اضرب بعصاك الباء مع الباء
اضرب وانا اتوماتي واسكو شدينا لماذا وهلا بحرم متماثله كرو ريبيه ونحقلين يا مركه فما ربحت تجارتهم التاء مع التاء الذال مع ذا اذ ذهب مواضبا والدال مع الدال قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا كلها متماثل بالذ الدال مع الدال الذال مع ما ذال التاء مع التاء متماثل بالذها لان الله بحرف اسكو مدوي وصفته كوبادوي طلبات وحويان بروا متقارب متقارب حلقه ودا حروف تتن مدغم كمدغم فيه سدح بيكو اسكو دوان كران تقارب واسكو دوان شوي اني بوس اسكو دوادان او لبدان حرف كان ماشو كسوبخو كان ماشو اسكو سوبخو اسكو دو اني صفه اسكو دوادان او تلمامه حرف تلمام موليه حرف كستا من حروف الجاء كميدا او يرى شن تلمام مقاتا شن تلمام ايو قاتا او اصله لازمه مثل او يرويه مثل او بان تضبو تقع والرعضة تضبو تكتا تقريري وحيلة انحراف تضبو تكتا مركا مركا تلمامها حرف كاستقولي هاي ايا لميزامي لبضان حرف حاليه كمثلا شنبو هايستا هذا يأفر اسكي من نقضان تقاربا كده حاي سد حدث تقاربا كده حاي مركا وحاليه تقارب الصفات بالانها وحيالها ادغام ككينية تقارب الصفات او تقارب المخرج مخرج كمحا اسكي محالقة ولا مثلا حمين حروف تحيك صوب حدا الجوف حروف المد حق اسكادي وحلقه مشيده الحلق ودونت او حمين كلي اللسان وحمين كلي الشفتان وحمين كلي الخيشوم صفه كصوب حلاني او غناء اذا حروف الحلق اسي وحلقه مشيده مركه تقارب كحكو ايمان كرا حروف اللسان كوي حروف اللسان كوي اذا تقارب كهدو حل حميه هي تصالحان يا لو شنو لك هل حمين هدويه هي مثلا لسانك وحليه هل حمين بويه حق طمن مخرج بوليه تديته محرفه كصوب حلا وماش او بدن مرك هل كحمين ولسان وهل حمين وي لكن وحنا صورت قال ان الروا تقارب اقصى اللسان وقافي كافي كصبحان ايو ظرف لسان او قدنبايه او ثاء يا ظاء ذلك صبح اسكو من ما تقارب من نكون كران انت صوم خرج با ودحايس وحمين كلي لكن تقارب ما مخرج التقارب من نكون كران لكن وحا تقارب نكون كر القاف والكاف وتقارب لان اقصى لسان كصوب بحان ولا بحرف اسكو دو قافا بلا بني كافا كحيق وحكروا تقارب نقول لك لبنا حمين مثلا لون تمشي كل ما تو لون تحرف أودن بيا وحوي وغين يخاء أدنى الحلق وحكى صباحا الغين والخاء حد أكتر هاي لبنا حرف وحوي ومتجانس أيوه وأسكو مخرج لكن وحي تقارب كويهين القاف لذلك قاف يخاء لما كلا بدلي كرد ضبنا بحكو خلد ما ين قاف يغين يخاء وأسكو خلد يعني لماذا تقارب المخرج وعي حمين تلون تبارنا ماتي وغين يخاء بيكون ماتي قاف كنو عرب كنو حكب الله وذا قاف لأن لبضان هذه الأحرف الثلاثة غين إيخاء إيقاف وتقارب مخرج باليران ثلاثة الله قولها تقارب كمركة أسباب تاسبحي كينيسا إن ليسوا إدغاميو تجانس محالي إيران هذا وأن لبا حرفو إسكو بوس كصوبحي تلماما ككلي بدنا لكن مثلا هائي همز وإسكو بوس عيني حاوى إسكو بوس غين إيخاء وإسكو بوس صوصع مثلا وسط اللسان وحكى صوبح جيم يشيني يا وتجانس واي صوصع مثلا وحكى صوبح الطاء والدال والتاء وتجانس واي صاد يسين يزاي وتجانس اسكبوس واي را يذال يثا وتجانس ميم يوو يبا وتجانس واي وحي حال مالك صوبح وحال لها تجانس اتحدى في المخرج هذه الأحروف وحي اسكبوس كصوبحان لكن تلمامها نكول سوء دونا انت مركه مخرج قالوا حلا اذا سدح ذا قيبود كلي اياكيني كان له ادغامي التجانس التقارب اي التماثل احد تعريفنا يا مركه كاسوح يري ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق وان يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل حجر إن اتفق حدي إسوافقان حرفان لبا حرف حدي إسوافقان في الصفات تلمامها اي والمخارج حد اتفق هي فالمثلان لبا اسكو مدوي احق كحقن بدن فيهما لمدوده مثلين بالي لابو كير ان اتفق الحرفان
مخرجا وصفة إن اتفق هذا إسوافقان حرفان لا بحرف أنت اتفقه حجنيسة لأن إن في الصفات واجب ومجرور وحويا اتفق قالوا تعالوا جينا إن اتفق حرفان لا بحرف ما إسوافقين حيث وافقين في الصفات تلما ما أيو والمخارج ملايك صبح إذن هو تعريف عن شيء نوح ويقال تماثل ما اتحد مخرجا وصفة أي لحظة حرفان فالمثلان لبائسكو ماذا أي يحق فيهما لبذلك حقني مبضا أو مثلان بالي لحظة إذن أسوى نو شيء وحاويا لبا حرف أو اسكو ماذا كهره دور يبن يهي كالبادنا أو شقلين إذن صغير باك هالله يناهي وحالك مارمان إليس دحقليو اضرب عصاك تان أتس علينا وكالي إلا أن يكون الأول حرف مدين كهره حرف مدها دو يهي وحاويا مانع باكوكو ميو حرف مد وحبله ومشيدو حرفه مد وحبله ومشيدو مثلا قالوا وهم آمنوا وعملوا الصالحات الذي يوسوس في يوم وحرفان متماثلان الياء مع الياء كروان ريبان يهي الواو مع الواو وهكذا لكن محل سكوشي واي لكون الأول حرف مد واي كورا حرف مد حرف مد وحبله ومشيدو لكن هذا وصن كهر حرف مد أو صن حين مثلا ووهابا كرد كهر رأيو ووكلا كده باتماد حرف مد لمره حرف اللين بالينا والاسكو شذية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا والاسكو شذية لأن حرف مد كانوا مان ووهابا يهي حرف مد وحلو شردية ووهابا قد كهر رأيو لكن هذا ووهابا كرد ما كهر رأيو إن لا يسكون والمكاس والاسكون رفنه كواس كامر كحرف مد وحرو مشدو طلبات وحويان هاء سكت مثل يرادو كهور هذا هاء سكت يحي وحويان فيه خلاف بين أهل العلم بين أهل القرآن لبا خلافك حلا ودا لبا أمباكو بنان إدغام كينا قاعدتك أدقى بسيسو إيا سكت وحلا يرادو وأنا حل ملك لي عند قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك لبا هاوي تهور الهاء سكت علي هذا هاء سكت وحاوي عند أصل عند الوقف بعد كيانا اللغة العربية هاء سكت وحالي ماذا عند الوقف لكن عند وصل لما كيانا هذا إن وقفنا عليها ورأس آية وهو الأحسن وحبدا وأسرع سين لأن إدغام إيمان كان الله بحرف إن كل مال لكن هذا كوي استاكتو ما أغنى عني ماليه لهلك وكبل الله بنيسا الله بحرف ما إيسان كل مين وبكو استاكتي وهذا أحسن رأس آية إن أسكي استاكتو لكن هذا وصل سو وحايمان يا اصل كحوها سي القران قال كل اخريين با ان لحذف هذا وعني ماليه هلك لي لهذا هذا لحذف لان الوصل لو ما باهنا وسكت لقد علي وحالي ما عند الوقف كليه اذا مركا ان سغني ها وسكتي وصلا ان سغني وحا كل ما ها اني با كل ما تهرى اي ريبنت هي تدمر اي شغلنت قاعده هي سناي وحالي لبا حرف او متماثله هذي كل مان كرو ريبن كلمه كشد اذا ويلي كرنا مركا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وسحوي تانا ولا يلي كره وحكلو يلي كرتا وحسكتي لي لهدو ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه سكت لطيفة بدين وتنفس وادكو آموس إيسا لكن ناف قال الميس كلا برانا سيدو كلا وقال نيس أوصو دهين إيوا وقيل من راق وحل من ذوائب لما ذا صنعوا كوبنانتا لأبي عمر وحفظ وغيرها من القراء وحويان وكوبنانتا لكن وحان الله أقولين إنا إسراع سيسو سكتي أتكتكتو إدغام كده أديسو مايا تعالى ما أقوله هذا إسراع سينيسو وأنا سكتي قلينين فلابد من الإدغام فلابد من الإدغام على مرمان تاسي واكوب واكي كوبادوي وحلو مقعبوا لفلم الثاني بالي رحدا وحويلي وإن يكونا هدي أهادان مخرجا تقاربا وإن يكون مخرجا وإن يكون هدي هذا لبذي حرف تقاربا كو إسكا قد دوادي مخرجا ما شئك صوبحا واختلفا إسكو ديدان إسكو خلافا في الصفات تلمامهنا يلقبا وحلو لقبا علوم قعبا هذا يلقبا وحلو لقب لو قد يلوشيغا متقاربين ما لي رحدا كالو حالي لهذا متقارب حالدها أن يتقاربا في المخرج وأن يتقاربا في الصفات هذا مد بوشاقي لكن وانت كلا والله مد تقاربا مخرجا اسكيدا دوادي واختلفا صفة او تقاربا في الصفات واختلفا مخرجا او تقاربا صفة ومخرجا سدح لازم قائم هذا تقارب كلي في المخرج تقارب في الصفات كلية او كلاهما
مخرجا وصفة لبدا مركا مخرج كأد برتو أو لبرت أي عادي أد مركا لو كلا فهم ياوي لكن كتاب كان مخرج كما الله وإن يكون تقاربا ربي حرس كذا وادان مخرجا واختلفا في الصفة لأن هذه مخرج سكوها فقان تماثل بين قرية يلقبا وحلو لقبا لوج ليرا هذا متقاربين باليرا هذا مركا تقاربك برواية حفص عن عاصم كلية وحروف ترسموه وحلو سكو إدغاميه أبي عمرو كلي كسائي ابن عامر حمزة حروف تأيود الشدان وكلي ودالو قد يدلي لأحد يدالو إذ يتاو تأنيث تقارب يكل يقول وحروف الشدان القرآن أنت أبدا وتقارب لكن هذا أنك وحان هيسا حفص عن عاصمة دراسين هنا قارحان إذا تقارب كيس وحويا كلي أون وحان فيرين هنا وكل قراء كوبان كل قراء وذقبان لكن هذا حفص أيان كهالينا وحويا تقارب حيمانية قافية كاف وتقارب مخرجان تقاربا وهي لأن كلاهما ومن أقصى اللسان وما يحاذيه من حنك الأعلى قوله تعالى كلي ويقرانك ألم نخلقكم مما إن مهين ألم نخلقكم قاف ريبا كافا كدن باية تامرك وحويا تقارب إلا أسكش ذوي قصب وقصبنا لو وجب كوبنا مرك لكل قراوي إن قاف كي حرف كان يعني باب الصفات مركاين وانوان صوشحنا كتابي هوري صفات كالبرتو حلقة كرتاباني ما يجوز الدغامه وما لا يجوز لأنه وحن كالبرانا هنا حرف قوي محوي هاي حرف ضعيف محوي هاي صفة قوية محيت هاي صفة ضعيف محيت هاي إذن قاف هو أقوى من الكاف لأن فيه استعلاء بوتا إطباق موتا صفة استعلاء أيوتا كو جهر نواوتا لأن كاف هو همس وي جهر نوا صفة قوية وي لكن وحي كل ما لبدوه صفة شديدة لي لحد أجد قد انبكت وي مركا قاف هو كحوق بدنيا ما دام هو كحوق بدنيا لبا أريبا وكوب بنان مركا إن قاعدة دو محيطة هاي لبا حرف دا اسكو شدين حرف كهورو إيا كلابات هديث المتماثل هاي كهورو وإن لبدلا مركا وحي نقول إيسا ألم نخلقكم قاف كافا كدقينا كافا كاف كشدين بس تاس مركا وقاعدة كلية وي حرف كي كاف كي وقاف كي وبابئنينا ألم نخلقكم من ماء مهين إدغام كامل هو النقل أمرك ووجه صحيح لو أقول يا وي وحكى لو أقول يا هاي أعطيه قرتا قاف كي ذات دي سوان بابئنينا لكن له صفة الاستعلاء مركا وحالينا ما دام قاف كي وحوق بذنيا صفة استعلاء أوتو استعلانا وين بوكانا لأن استعلاء وصفة لازمة للحرف وحكرنا شو واحدة تفخيم باكرنا حرفنا لويني وحكرنا شا استعلاء بوكرنا شا استعلاء وصفة لازمة تفخيم كنا وصفة عرضية وهي مركا قاف كي أفكار كبوحنينا مركا صفة دي سبان ريبينا إدغامكم مركا وحو نقول إدغام ناقص ونقول مركا ألم نخلوكم أفكي وبوحينا مركا لأن صفة استعلاء أفكي وبوح سمي تفخيم باكرنا ألم نخلوكم إدغام ناقص ونقول مركا لكوني صفتي موجودة الصفة واجوكتا واستعليه أي بوحة إدغام كاف كي مآد ومشن بكرا مركا كاف كي أدو مشن بكرا وجهاني صحيحان لكل قراء لبدا وجبة صادون تأخرين كرتا كاس تقارب بالي رحدا تقارب كلا وحا أعوان صوم مري اللام مع الراء والنون مع الراء وتقارب لأن اللام إي الراء إي النون وحروف متقاربة حتى قال الفراء ومن معه وحي آذي وحويان وحي أيو قبان إنه تجانس وسد حدود حلوة خذ بيكدقان ثان صوم مرة مرة فضل إذا مركا بر رفعه الله وقال ليه ذهي أولام كان أرى لك سيغي سوت محيط التقارب واي التقارب واي مركا وقيل من راقل وكله أما مر ربهم قال ليه ذهي سوت هو تقارب واي إدغام كاملة وش ذهي نيوه تقارب واي إذا حفص عن عاصم كلي وحكو صور هيبا وقيل من راق إذا سكت بكيني هذه سكت يلا واي لابد من الإدغام لكن حفص وحو أخرى مع سكت واي أبو عمرو كلي قرابة وكل كل يقول بحي أخرى وقيل من راق إدغام كامل بي أخرى لكن حفص ما دام سكت أخرى وقيل من راق سكت إدغام كل مكرام تقارب وإنت كليئون عند حفص بان جوجنا أوك جيد أو يكون تجانس كي أسدحي أو يكون اتفق أو يكون لبدي حرف اتفق أو حيث كوافقين في مخرج ما شئك صبحان دون الصفات تلمامها كسكو حقق وحلو شيئا حلو سوي بالمتجانسين علي رحلة تجانس محال أنها مركة متحد مخرجا واختلف صفة اسكو بوث بيك صبحان
way farabadan yihiin wax ka soo baxa ma arkaysa isku meele xuruufta da lawd oo ilqaamiya waa wax tirsan way wa makhrajka atta wadal watta saddex raasi waa tajaanus way wala isku shida tii soo hormara wa ko waxa kale makhrajka labaad waxa wayaan atha adhal allah saddex soo waa mutajaanis ayagana wa laba makhraj way ka saddexaad kali waxa wayaan alba ma'a almim bas تجانس كلام جرو انت كلا تجانس كلا اسكو مشد لكن ولا حروف الحلق وحروف مشد ايه كو كلا اسكو مشد ايو تجانس لو شيغا ماركا و سدخا مخرج وي مخرج الدال والتاء والطاء مخرج الضاء الضاء والذال والثاء يا مخرج الميم مع مع الباء انت اسكلي وي اذا حداد اركتو تا ريبا دال او كخيغو ام بدال ريبا تا اي كخيغتو ام بما اركيسا طاء مع تاء أما تاء مع طاء كل كيسو هر مرة كدن باكونو فنيسقو تصالحان ومهدت له تمهيدا ومهد ودال خيبا تاء باكدن بايس سبحان سمينا دال كي تاء وبدلينا ثم نضغم التاء في تاء ومهدت تاء شدن باكونو فنينا مرك وقالت طائفة وعلمت وقالت طائفة فلما أثقلت دعوة تاء باكسو هر مرتين انت مركه تي سو هرمرت كلا كو دفون ادو ماشي القران كو اركتو صدح لها مخرج وتجانس صوتهم حيت الودي وتجانس وي اتحاد المخرج ما ليله هل مال كليه ايا لغا مارمانا انين ملاحظين او اه حدي طال سو هرمرتو تي طال اي سو هرمرتو او تاد اي دبا مرتو ان طا سو هرمرتو دال لو شيده مخو جيره قرانك لكن وحا كو جيره طا سو هرمرتي او تا اي كدنبايسو الطانة وحويان سيدة الأقية ومن أقوى الحروف على الإطلاق بي حروف عربي ومد وين بدن وأذك وحق بدن وي لأن وحي لهذا لحصف لحذود وحوي كل صفات قوية وي وسيلو جهري وي وشديد واستعلاء وحوي وإطباق وحويان مارك وإصمات وحقلقل وي لح وحي وتصف ومن أقوى الحروف وي الطانة وحرف ضعيف وي لأنه همس ما أركيسا وحوي يعني كلي وحيوتا شديدة وحليلة هذا أجد قد انبكت وهي أنت كلا وصفات ضعف وهي مركا قاعدة وحيت هاي حرف قوي لما بابي حرف ضعيف لما بابي لأن قاعدة وحي نقوله إن أحط ما دام عيتها إيه فرطتم إيه لأن بس تدح الكلمة وهي ومن قبل ما فرطتم في يوسف إيه سورة الزمر وهي كجرتها لأن بسطت إلى يدك في سورة المائدة إيه ما أركيسا فما كث غير بعيد فقال أحط في سورة النمل تدح الكلمة وهي مركا قاعدة وحي نقوني إن الطالي إنتان بدلنا تأو بدلنا وأحد يتؤس كشدنا إذا ما يسأل إجحاف في حليلها نعايا وحد قذبة الطاء وين حق بدن إنتان لبابي وتأذي تضعيف هلو بدلوا وحاويان ما سعونيس ما سعونيس تاسور تقل ما وحاويان مركا لما أقوله سيدا إن أن إذا فقال أحدت لإن بسدت من قبل ما فردتم لما أقوله قرآن كله ما أقوله ولا عربي كم حال سمينا عادل ما يسميه مركا إدغام كنا وعلى الرباية وقاعدة لأنه متجانس بين حروف النقدين أو صب إدغام عن حينا ما نعنى واقوميو حرف قوي حرف ضعيف لهم بابيو لأن حد الله مركا قرصور بالا سميه مركا محايد هنا مركا شدكي وان سمينينا وحرف كي ذات ذيسي وان بابينينا لكن الطاء وحيلها صفة الإدباق وصفة الاستعلاء قاف كي وحان صوم مرة إنه لو تكون بنان تهي أولا بابين كرو لماذا استعلاء كله وطي إدباق ما هي إدباق ومن أقوى صفاته وي صادق يعني قاف كي الطاء وحكده استعلاء وحلي هذا لكن الطاء وحي لك ليود إدباق وحلي هذا إدباق ونوع حويان وكسي وين بدأ استعلاء وكسي بدأ وكذا صومر لي وحويان وخصوص الإدباق أقوى نحو قائل والعصا جزيري دي إدباق استعلاء هم بوينينا لكن حروف الإدباق أو أفرتاء الطاء يضاء يصال يضاد وحسي وينينا وح كم بدن انت كلو قاف كايو خاض ايو وين كاح اطباق مركه وصفه قويه مركه طالب ما سمينا افكي بان بوحنينا مركه اطباق وحنا سو مري انه الساق طائفه من اللسان عرب كقيب كميده انه دمحنغه تابنيو ايا سو مري افكنا وبوحسميه مركه وحا لينا ومن قبل ما فرتم ادغام ناقص على الى مركه ادغام كتالي ادو مشي كرنو لان صفه اطباقي يستعليه بافك بوحنيس فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط وهكذا
إذا طرأدي وحويان ذاتي دي وانبابين لكن صفتي دي أيها اللور حيابي صفتي دي وإطباقي هذا وين كيد باللور حيابي تاسنا والغا مارمان قناك من الأخرين تاو والغا مارمان لما بابي إنكرو انتاس وحويان وملاحظة انت أضاء ما خلت كلا وحويان بانيني الله يذال يثاء ما بنا عيدا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ يظلموا أسكو شدينا ضع صهر مرتي أو ذال وش ذو ما أو ذلك أو ضعه رئيسكم جل قرآنك يلحذ ذلك نواك يلحذ واي سأل صهر مرتي ذلك وام أنت هكذا أي مركا أنتو ذال أنتو صهر مر ذلك وسأل وش ذو كم جل مركا أي كلمات ترسم ويكواس يلحذ ذلك يا ولو أنهم إذ ظلموا أو يعني إذ ظلموا كلي وتأكلي مهاني إذ ظلمت ما خجلت لكن وذال صهر مرتي أو ضع كذا بيسو لكن ضع صهر مرتي أو ذلك كذا يكون جلو لذلك سيد وحول رقم الهين سيد وحول ده سيد طاق ورقم الهين وما بابينين لكن قرآنك وكوما جرتو ضاء صهر مرتي وقوئة وذال وقدم بايهم قرآنك بلقى محلينين انت أصنوا مخرج كلابات مخرج كسيد حاد وحاويان وحاني لي البام علمين وهل كلمة كلي قرآنك ويا بنير كم معنا وي الكب هي معنا ميم يباء تاكلي وي رواية حفص عن عاصم انت كلي اينو قار مركب حان اخرنا هنا يا بنير كم معنا بعد وبابينينا يعني حرف ضعيف يعني الحرف معناها يعني الحرف هذا استعلاء إطباق من موت ميم بدلينا ثم نزغل الميم في الميم يا بنير كم بقى ما بجلس ماشا يا بنير كم معنا وانا كنت داهينا لأنه وغن ميم وننشد دا وان صامرني ننشدا يا ميم سوا إلو داها مالك يا بنير كم معنا بين قنع انت سوا ومتجانس وحكى لي قرآن كان متجانس كما جيران أو ليس كشدة جوي ثم قال ثم إن سكنها الدور يا ابن أنت تعرف كسي ثم إن سكنها الدور يا ابن هذا أول كل سد حدود حرف أوه رأي هالدور يا ابن هذا فسميا الصغيرة صغيرة كم قاعد يعني يعني هذا وحوك احتراز يا إدغام الكبير من اللي له أو معناها إدغام الكبير شرد جيس وحويان لبلا حرف كهرو يكلبلا ولا شغلين هوي كورا شغلك قاعدينا ثم وان هذي متماثلين وان اسكوشيدينا هذي سنحي وان بدلين عملية وحولها الدورة لكن هذا رواية حفص نكون محيلو سوسي ايالك اليوبي كلمات روي جيران حروف او قرآن كلاي شيشيدين لكن كيعقوب اي حمز اي مالا اي قونئة لكن ادغام كبير وحوية قانا سوسي عن ابي عمر بلوية قانا تامر كباب كينا ما كذا يعذب من يشاء او كلام حالي انهاي يعذب من يعذب من يشاء حركان قادينا بعض مما ابدلين ثم اشيدينا وهكذا لكن هذا ما حينه تامرك وحوي لكن هذا إدغام صغير كوحالة إلى هذا هدو كهر أو ريبن يهي كلا بعدنا أو شقلا يهي هاي. ثم إنسى كان أول كل كم عكوا ذا هذي متماثلين هذي متقاربين هذي متجانس البحر فيهين حرف كهر يمتك استبى قيبتها هدو ريبن يهي فسميني صغيرة إدغام صغيرة كما قعو أي أساس الويان أو حري كالحرفان لبدا حرف أي شقلا كهوري كلابادا مدغم فيه ويشغلين في كل مذكست كل حكودا متماثلان متقاربان متجانسان هديين فقل وحاتر هذا كل مذكست كبيركم مقعو ادغام كبيركم مقعو وافهم وافهمنه وحكفها انت بالمثل تصالوين كانوا كفهموا تصالحوا فهماء تصالح انا كفهن ايو كي المركه ما ادغام كبير مثلا مناسككم مناسككم بالاخرنيه المركه تهدى شقدين ما هن ادغام صغيره اي باب كان هنا ادغام صغير المركه قاعدة وحيتها هاي باب تم أحا وحلوش ذا وحوية التماثل التماثل محادة على بعض حرف أو موقال إيه دوق إيه قرال اسكم من أح أي على هذا كورها دور يبني هاي كلا بعض ولا نحق لنا إلا يكون الأول حرف مدين أوها أسكتين أن صامرني متجانس بحال إلى هذا اتحد الحرفان مخرجا لبعض حرف واسكم بوس صفات كل الديدين وأنا المخارج كوان شاقني ومخرج الطاء والدال والتاء مخرج الضاء والذال والثاء هي مخرج الباء والميم وعي التقارب سدح كي ماذا تقارب في الصفات تقارب في المخارج هي تقارب في المخرج والصفة حروف تسنوا الشاقري باب كاسمك انت صيوكو هو صبح نوي باب كالبادو الحويري أخصاء المدي حلو بابو كتاب كسر سنة أحكام النون والساكنة والتنوين هي أحكام المدي وكيهرون وسويري وبعد هذا النظم للمريد للنون وللتنوين والمدودي أحكام النون الساكنة يو التنوين أحكام المدي بكشيكيني انت كلو حي حيان وحيال زائد وقدري مركا باب المدي بانقلينا وباب كلا باب ومهيم كأسيقانها والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب
ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرد وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. باو المد والقصب انجلينا مركا انتينو أبياد أينو أين قلنين حان سمينينا تعريف جون، يعني تعريف جود ما هو المد لغة واصطلاحا، ما هو القصر لغة واصطلاحا، ما أقسام المد من حيث الجملة، ما يعني ما أقسام المد الفرعي، ما شروط المد، ما أركيسا، ما أحكام المد، كم أحكام المد، وهكذا أنت جود وماش مثلا مددك وأحكام تأو باب تجويد ودب بدن ودب بدن، يعني تظفر بدن أين آد مثلا أين آد مثلا أين سن حقيس أسينين مركا باب كان شيخا سأو حلنا وحويان كتاب وحلي مجرو بيان سن فاه فاه سن وحبا أين كتجينين أي أو حلي إن يرتي أو مكي أو زيادة أون حيالها مثلا مكي متساوي يهيني سيدا لسكولا مثلا أي كلمان مد اللين كي متصل كي جائز كسلو ميزامة ومعنى كلي، لكن أحكام تيورنا وعدي. إذن أولا وحالين هاي ما هو المد لغة، مد محال لها اللغة هدولي راو حويان كلمة عربية ويوا مد مدني محال لها عرم حيو تقانا المد هو الزيادة. قرآن ساسي كتمد ويمددكم بأموال وبنين، هذا يمددكم ربكم ربي جين وحبك ودري مركا الزيادة وي كامركا عند اللغة مددت الحبل حرقي وشي وان جيدي وان زيادي وي وان كالبحيي. اصطلاح القراء، قراء محيو يقانين، وإطالة الصوت عدك أن لتاقو لتعدك لتاقو قرمه بحرف من حروف المد إلا حلوي حرف حروف مد كميدة أو حرف اللين لبدا حرف حرف لين اللي لما شيء قدونا حرف من حروف المد الثلاثة أو سد حدا أو حرف اللين لبدا حرف أو حرف اللين اللي يرهدو قرمه عند ملاقات همز أو سكون مركا يكدب أي مادي همز أو ريب أي اللي يرهد وعد كلا ديريو حدي اللي هلو حرف من حروف المد أم بل لبدا حرف حرف لين اللي يرهدو كبعدنا أي كدب أي لبدا مركا انت أنا هلنو أو كدب بأي همز يعني همزة أم بسكون أو كدب أي ماذا تابع لي هذا. القصر وضده كهدوها زيادة كان الحبس وهي وحل الحيري كما قال تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام قبله من كل أماني لا وحول وقبل إن عادوا وين على عن ومقصورات محبوسات لو حبس في الخيام تيدوين. وقال تعالى فيهن قاصرات الطرف أي حابسات عيونهن وأطرافهن على أزواجهن وي عدك لما إيقع كما هو حساس بمك وقصر صلاه كان، لكن هذا وحلقه ودا عند الاصطلاح وحلقه ودا ان روح او كلي اخريو اطال صوت ما هينكي كان وحاويان عدك او لغو غابيو او وحا لغو درينين مركي حرف من حروف المد حدي له حلو لماذا وحاله واي سببتي او حمز او سكون ايا لا يراهدا عند علماء التجويد واي سا هذا لغا ودا واي قصري هذا سكر ولو استعماله أو حذف حرف المد، لكن هذا وحلقة وذا حرف المد كلي الآخريو أنا زيادة كلي أنا لقول دارين محايا لسبب تلو دارين لها أيا لواعيي لأن المد والقصر سداوي. أقسام المد من حيث الجملة أقسام المد وحلقة بلا بقية بود مد أصلي ومد فرعي، المد الأصلي ومد الفرعي. المد الأصلي ما تعريفه، المد الأصلي وحالي راه ذا صنوا تعريف من دون وحويان الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وحرف يعني حرف مدك ذات ديس ما أركيسا مد أي سن جوغين إلا به بقراءته وبنطقه ما أهني حرف مدك بمصر نانكرو إلا إن أخرنا مؤغي سبب نكوم يمادو سبب أو ما أركيسا همزاء أم بصكون كوم يمادو كلية وحالو شرديا إن لهلو حرف من حروف المد، معنى ذلك وحال لنا حدين هلو حرف من حروف المد حدان هلو أو لين أن هلو أين حمز إيا سكون أين كدب إيمان حرف كستوكر أو كدب إيمادو مد كاسي ومد أصلي بالي رحدة.
ما تكون فرعين وحون نقول يا وامد كي كوي ما هذا سبب كقومة سبب تيس أي نقطة ما أركيسا وأكيد أنسو تعريفيني إنه إطالة الصوت عطك أي وكل يرينه بحرف من حرف المد حدي له حلو حمزة إيو إيرهاب حرف مد كدي. إذا ما هو حرف المد أولا إني أوجانه حرف المد محالي له هذا حرف المد وحويان إيه شروده حرف المد وحويان واو ياء ألف شروط لو جبها محيط هاي وو إنه هيبن يهاي قد أو كهرعيه يادو إنه هيبن تاي هاصي أو كهرعيه ألف حول الله ما شرديه ويلي جد ألف هذا مقاشر لغة عربي القرآن كألف حال يرى هذا مدة هيبن كر كهرعيه هذا يبقى شغلة تهاي هذه سك وحمزة ليرى هذا لكن ألف حال هذا كلية وحويان إنه هيبن تاي كر بق كهرعيه إذا ويلي جد ألف هو حرف مد ولين بنيرى هذا لكن وود أيها سد حقيبة ذي يأذو مروي شغلينهين مروي هيبينهين أو كردي باكهوري كخوف إيه بيتين أو كله لكن مركي حرف مد أي نقونا يعني وحوي مركي هيبينهين يا خص الكهوري وو هيبينها قد أو كهوري إن تام شروط المد هديرو ويدي وحلا هذا هاي وو هيبين قد كهوري يا هيبين خص الكهوري ألف ولي جد وار هيبين تاي كردي بانا كهوري إن تام مركوا حروف المد إيو ترى ذود أو سد حرفلين محل بها حرفالين والله بحرف محيط هاي وو ريبان كردي كهوريو يا ريبان ما أركيسا كردي كهوريو كبيت وخوفين وكالوا حرف المد وحكو كل ميين نوحيها حلوه وحكيري وهو في نوحيها نوحيها وو ريبان قد با كهوريا حي وحكوريا ما أركيسا يا ريحوصي با كهوريا هذا ما أركيسا ألفتي وريبان تا كردي با كهوريا ثم قال واكي كل مي حروف لين وحو يري وادبن وحو يري واكي نو شيغا واكي دي دونا وحو يري ولين من هليا وواو وي سكن هبنادين انفتاح قبل كل عين مد كتب حدي اي وحا كوري وكردغن يين اون دي دونا اذا شروط المد هي حروف لين سواس كاس لي رحله اقسام مركا وحان غلينا هدانا اقسام المد الفرعي اقسام المد الفرعي محاويا مد الفرعي وعشان قيبود وي مد فرعي محل لو مغعابي مد اصل وين لا هورتا ان حرف مد هلنا وي حرف مر كان حلنا ايا وحان رادين سبب ان رادينينا سببته ما حين قنيسا مد فرعي سببتي سو حاويهون ان حرف مد كدي بحمزه ائتمال جاء او كله ام بيا ايها او كله ام بما اركيسا سكون او يمادو سكون كاس اهل لازم ابا هذا عار سكون لبدا وحو ديريا مد سببي لفظي بالي هذا بس كان معنوي هذا كما هلينو مد سببي هو حلو تاغا أو سنة حين بعد وجود حرف المد مر كان حلو كبعدي أيام وحان رادينينا مهمزة كدن بيس ها ولا ديرين كرا موحا كدن بيا كلية سكون ولا ديرين كرا وانتهى كلية إذا هديلو ويديو ما سبب الهمز ما سبب المد بان أجيدا ما سبب المد وحالي هاي كلية وحويان سكون أو همزون لابد أثناء وحالوشر دي إنو ريب إن حرف المد وكهر ريو تاسا مد الفرعي إذا مد الفرعي محيط أقسام تيسو وواجب متصل جائز منفصل مد بدل عارض سكون لازم سكون شنتا مد مدافو هذه الوياد أقسام المد الفرعي وشن بالله واجب متصل جائز منفصل مد البدل عارض سكون لازم سكون شنتا سوان أساسي دون وانا قيمين دون شنتا كلي وي أقسام المد الفرعي وحق يسمى مد الفرعي قوي هذه الوياد ما هي أحكام المد أحكام تقولي هنا تسو أقسام سدحهم بالله ابن وكين الدونا لازم واجب جائز واجب لازم جائز واجب هل حبك اي ماذا واجب متصل لازم هل حبك اي ماذا ولازم سكون جائز كا وحاكي صدح كي ماذا جائز البدل جائز منفصل عارض سكون صدح جائز بالسكون لحدا مركه احكام المدي وصدح ثلاثه احكامها ثلاثه تدوم وغيرها اخري دونا صدح حكم ويؤم كليه لازم وواجب وجائز واجب هالحبك لي وي لازم هالحبك لي وي جائز وسدح انت سنو احكام المد وهي اذا انت هو معناها قدوة انت وما سي قدوة هذا افهنته انا لقبين وما نوديمن وحو يري والمد مدك اصلي من اصلية وهي ايه وفرعي من فرعيه له الاصل اصونا فرعي له اولاي هاي فرعي ما امانكر الا بعد وجود الاصلي وان حرف مد ان حلنا كبعد بان فرع ديرينينا وحنا فرع لهين وحنا اصل لهين فرع مي ماذا بدون اصل اذا هو فرعي له للاصلي وي وسمي اولا متكهرو اصلك وحكمك عوده
طبيعيا كما قعوا ما الطبيعي ما لي رحلة أصل وحلوه ما قعابي لأنه مدودة أن أصل وصله كو طبيعي وحلوه ما قعابي لأن صاحب الطبيعة السليمة روح طبيعي سليم طبيعي هذا لقى موضوع مثلا إنه طبيعة حنية إنه حناقة يتعلق مع الله روح مثلا لغدي عربي قرآن كي يقانه كما قابين كرو ما قابين كرو لأن هذي لقابي مثلا نحي بيصبح روح قرآن يقان أم عربي يقان نحي ما أخره قلام أخر نيو لأنه حويا مد الأصل قا وحوى إثبات وحرف المد وي حداد جرتو لحن فحش وصبح قال بيصبح ماشي قال أهل قال بيصبح تظن وآخرنا يا وإن ظننا بآخرين أو إلى أجل المسمى ساحة الآخر يسمى مركز لحن بيصبح وإن حرف المد أصغتا هذا مثلا عند الوقت إلى أجل مسمى حرف المد بونقوني مد العوض كمثل ليلة ومد الأصلي وي ومك التوين تمرك الأو استاغي والعاديات ضبحا لا حرف المد بان هيسنا مد الأصلي وحويا حرف المد إنا حيسته وحكدن بيفيري حدوسن همزة أحين أم بسكون أحين أو دنوة مد الأصلي وي مد سلها كميدة مثلا إنه هو له حفظ مدى هيسنا لكن له ما في السماوات سكون مالي حمزنا مالي كل وحاصن وحالي رهدا وحي مدى تبكينكم وقعام إذا حييتم وكالي كلها ومد مد الأصلي وي تفريعاتك فرح بدا وحكا غافلا المد الأصلي وحاويا حرف مد بان هيسنا حمزة كمدا بيسو سكون كمدا بيسو وح الله وحاصن وحو نقوني مد الأصلي وي مد الفرع محو نقوني حرف مد بان هيسنا حمزة كدبت من أمره مد الفرعية وي وأنت هكذا. مركب الحويري وسمي أولا كم جعو طبيعيا كم جعو وهو كاسونا طبيعي جاهو تعرف قسم حوي هاي ما لا توقف له على سببه ومن كان سببكم الجماد حمزة سبب أمها سكون سبب أمها سبب كالأب هي ماله ما مدوي لا توقف استاج على سبب سببكم استاجه له أسيء أصونان سببكم استاجه سببكم إيمان مجره ولا الحروف ولا الحروف حروف تينا تجتلب ولا ما كان سكر بدون أسيك لا أنت حروف المدكينة هذا أسيء آخر ما إيمان كرتوا ويجئ قلب يصبح والضحى إن تلاه والضحى يصبح هذا حرف المدك آخر مرك حرف المحوك يجري ولا الحروف تجتلب حروف المدكينة لا أنت ما إيمان كرتوا وحيري بل أي حرف حرف كسته أو غير حمز حمزة أنا حين أو سكون ريب أنا حين جاء أي مد بعد مد مدك بعد هدوي مد حرف كسته أنا مد أحي أنا حين سكون أم بحمزة أنا حين فالدبيعية يكون فيكون وحو نقونا يهو أصو الدبيعية خبر مقدمة وي دبيعي ما لجي رهلاك مالك تعرف أمدنا تعرف سمحوي هاي ما لا توقف له على سبب صبو الحمزة كم يابا سكون كم يمادو ولا الحروف تجتلب حروفنا الأنتي لما أخرين كرو وحروف المدكي وحدي أسيق حرف مدكي أكتكتو مدكي أكتكتو حروف المدكي وحكت أنا لي إن أجرتو بل أي حرف حرف كسته حرف كاسو غير همز همزة أنا حين أو سكون أو 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 أو, أو سكون إني سكون أنا حين جاء يمد بعد مد مد كذب هذا حرف كاسي مد أمر ريب كاسي فالدبيعية يكون طبيعي بالي هذا نكتب هذا الحد وصل على محمد وعلى رسول أجمعين محمد وعلى رسول أجمعين محمد وعلى رسول أجمعين.